يلا بينا نبدأ المباراة الساخنة، بس احنا بادئين المباراة 2-1. صح يا فارس؟ مساء الفل يا فارس، منور الدنيا. حضرتك منور يا كابتن، وسعيد بالتواجد معاك دايما، وفي ليلة سوبر للنادي السوبر. بص انا حاطط لك ايه؟ طبعا طبعا شايف؟ طبعا، وسريعا يا كابتن، مع الاهلي رد وده تواجد في في ساعتها على طول. حضرتك اول بطوله مع الاهلي بقى في القناه، ف محسن الكابتن محسن ضربه قال لي البدايه. في الاستوديو قال لي كده ببارك لك على اول بطوله، قلت له ده انا ليا، قال لي لا دي حاجه تانية خالص. طبعا يعني نروح لصاحبنا ولا رايك طبعا. ايه؟ لا لا خليه خليه. يلا نرحب باحمد اسامه. مساء الفل يا اسامه. مساء الفل يا كابتن، وعاد كولر لهويته. اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. الشغل ده عارفينه يا كابتن، قعدنا نغششه وقعدنا نقول له كابتن انا من مدرستك يا كابتن، كنت من مدرسه التمويه الاستراتيجي للمنافسين. ما اقدرش اقول تشكيل يا كابتن، ولا اقدر اقول خطه لعب، ولا اقدر احذر المنافس من انه ممكن يكون كولر بيعمل تمويه. ده مدرستك يا كابتن. ولا حد مقتنع باللي بيقول. ولا حد مقتنع باللي بيقول. نقول له يا ابني مش هيبدا كده، يا ابني بيحضر للماتش الجاي. انا شايف ان ده اللي كان صح. وحضرتك كابتن تاني يوم قلت لفاروق ما تظهرش اي نوع من انواع التشكيله يا فاروق. هو منهم؟ قوي. ده عندنا هم. قوي. ببارك لكم الحقيقه كاهلاويه جمال بفوز النادي الاهلي ببطوله السوبر، لانه بعتقد يا فارس انه زي ما انت قلت كده الاهلي ما بيتاخرش خالص يا كابتن، الرد بيكون سريع. طبعا احنا كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت مع حضرتك قبل السوبر. نعم. وقلنا ان الاهلي محتاج يرد، النادي الاهلي محتاج يرد في الملعب، وانا بشوف ان تاريخيا النادي الاهلي مش بيرد بلقطه، وهو نادي مش بتاع لقطه، لقطه النادي الاهلي بياخدها. نعم. على فكره دايما النادي الاهلي بياخد اللقطه بس بياخدها في الملعب. فكنت محتاج ترد فنيا، اولا كولر كان محتاج يثبت تحدي شخصي في مرحله انا بشوف انها كانت صعبه جدا جدا. البطوله دي قيمتها هي بطوله فعلا الكيف مش الكم، دي بطوله الكيف. لان انت ما قبل خساره السوبر الافريقي كانت الامور هادئه، رحت لخساره السوبر الافريقي وعندك مباراه العين، فده كان الجسر اللي انت بتعبر عليه لمباراه العين. كان مهم انك تعبر باتزانك، قدرت تعمل ده، قدرت ترد على حاجات كتيره جدا، قدرت ترد على الناس اللي قالت ان النادي الاهلي هيبقى رابع البطوله وده لا يقبله تاريخ النادي الاهلي. قدرت ترد على الناس اللي قالت الاهلي مش هيقوم لقومه، قدرت ترد على ناس بتقول الواحد عندنا ب 20 فانت بترد في الملعب واللي بيقول كده بيبقى بطل لقطه خساره النادي الزمالك. بترد الكولر لحاجه مهمه جدا يا كابتن شوبير، ان جوميز لو قابل كولر 100 مره هيكسبه، وانا كنت شايف ان بعض جمهور الاهلي قبل حتى المنافسين كان محتاج من كولر انه يثبت في الملعب ان ده مش هيحصل. فرديت بايه؟ رديت بالسوبر ال 15، كل فرق مصر مجتمعه 7 سوبر، انت الضعف زائد واحد. زي ما انت الدوري 44 بطوله كل الفرق 21، انت الضعف زائد 2. زي ما في افريقيا 12 بطوله اقرب منافس 5 بطولات، يعني الضعف زائد 2. انت بترد بهويتك، بترد في الملعب، وعشان كده يا كابتن اعتقد النادي الاهلي رد بقيمته ورد بشكله وبشياكته. طيب يستوقفني لقطتين. اتفضل يا كابتن. اللقطه الاولى النادي الاهلي كان كويس قوي. وانه خصوصا الشوط الاول لك 4 فرص هنعرضهم. تمام. عشان ما حدش يقول انتوا بتبالغوا، 4 فرص اللي هم 4 فرص باربع اهداف. كره الشحات، كره وسام، كره العارضه بتاعت يحيى عطية الله، كره القائم بتاعت وسام، ده غير اللي في المباراه، والزمالك له فرصه طوال المباراه. فدي نقطة انك قادر على التفوق بهذا الشكل اداء ونتيجة، وانه الفوز تأخر الى ضربات الترجيح. النقطة الثانية الحقيقة، وهي اعتراف لعيبة النادي الاهلي من خلال كلامهم، ان احنا ما كناش مركزين قوي في السوبر الافريقي. لما تبقى مصر كلها او جماهير النادي الاهلي كلها مستنية وبتنبه وبتحذر وبتقول وخلي بالكم والمباراة والمباراة مهمة، لكنه بيبقى في نوع من انواع قلة التركيز في النادي الاهلي. يعني عايزك تربط لي ما بين الاثنين. بص يا كابتن، خليني اقول لك ان البطوله دي برغم ان هي سوبر محلي، لكن بتاتي اهميه اي بطوله دايما من فكره الاثار السلبيه لخسارتها. هنا بتيجي اهميه البطوله. انت لو كنت خسرت بطوله السوبر المحلي بعد خساره السوبر الافريقي، كنت دخلت جماهير النادي الاهلي في مرحله الشك. وده اخطر شيء على اي فريق. ده صحيح. هتبدا تدخل في منطقه تانية خالص. هتحاول ان انت تعود مره اخرى انك تثبت ان انت قدر الثقه دي، فهتبذل مجهود كبير تحت الضغط. نعم. ضغط كبير، انت طول الوقت تحت ضغط كنادي. صحيح. لكن ده كان هيخليك تحت الضغط بشكل كبير جدا. كان مهم جدا بقى تشوف اثر الخساره اللي حصلت في هويه النادي الاهلي. هل النادي الاهلي اللي بيخسر بيكمل
في الخساره ولا بيقول لا هنا في ستوب. عشان كده احنا فزنا بركلات ترجيح، لكن كنا مقتنعين بالوصول لركلات ترجيح ان خطا صعب جدا جدا في تشكيل المباراه. نعم. وهنا الاستعداد النفسي والذهني والتركيز اللي كان عند مارسيل، اتكلم في عدد محاولات رهيب جدا بيتفوق بل شبه ضعف نادي الزمالك. بنتكلم كمان في اماكن ومساحات الضغط اختلفت تماما. انت جيت في بدايه المباراه انت بتضغط ضغط عالي، انت بتتعامل ان انت المباراه دي من اللحظه الاولى انت بتقول دي هويه الاهلي اللي كنا كلنا بنتكلم فيها. نعم. ويمكن انا كان في صور لياسر ابراهيم تحديدا عايزين نقف عنده لان ده جزء من التحضير النفسي الكامل للفريق. نعم. وانا بشوف ان ياسر ابراهيم دي مباراه للتاريخ. ليه؟ لان احيانا يا كابتن شوبير بيبقى في لاعب بيجيد في بعض الدقائق عنده بعض الاخطاء، انما ياسر ابراهيم في المباراه دي كل زمن المباراه هو بيقول ان هو في حالته، هو بيقول ان هو جاهز، هو بيقول ان هو في حالته الذهنيه قبل حالته الفنيه. نعم. انا ما اعرفش الصور جاهزه ولا لا، لان احنا هنقدر نربط بيها بازاي لاعب في دقيقتين فقط ورا بعض بيعرفك يعني ايه انا لاعب ذهنيا وعلى مستوى الروح وعلى مستوى الحماس وعلى مستوى الاصرار جاهز في المباراه. نعم. ياسر ابراهيم في الدقيقه 65 كوره بتتلعب كي باص خطير جدا. دي اللقطه اللي بعدها. نعم. الكوره اللي بتتلعب ياسر ابراهيم بيعمل تاكلينج بيقطع الكوره بيوقف. نعم. مسار الهجمه في الدقيقه 65 بشكل عبقري. نعم. جدا وبيوقف هجمه، الكوره لو عدت الكوره جون طبعا. طيب هنيجي بعدها بدقيقتين اللاعب ازاي عايش تفاصيل الماتش. كرة رايحة هو بنتايك بيتدخلوا فيها، فياسر ابراهيم العلامة الرد فعله والتعبير ده هو ده اللي بيلخص القصة، بيلتحم وبيصر ان الكرة تطلع ضربة مرمى مش ركنية. نعم. وبعد كده بيدي الانفعال ده. نعم. عيش معايا الشكل اللي انت شايفه. أيوه. ده لاعب حاضر في المباراة ذهنيا وبدنيا ونفسيا، وبيرد على تصريح قاله قبل بعد المباراة ان ازاي هو كان زعلان من الكلام اللي اتقال وتأثر ابنه بيه. نعم. فده راجل عايش المباراة. وياسر ابراهيم هو رجل مباريات كبيرة. نعم. سواء الهلال السعودي او الهلال السوداني برضه. نعم. في المدرمان ومباراة الوداد ياسر ابراهيم من اللعيبة اللي وهم معاك بالقلب والروح دي في ماتش زي ده ما تخسرش. طيب بمناسبة ياسر خلينا نتكلم شوية على يحيى عطية الله. ما هو عمل مباراة الكرة اللي لعبها بكعبه واتقطعت وجي منها هدف التعادل وتعرض لحملة تشكيك عنيفة جدا جدا جدا. ثم يحيى عطية الله المباراة السابقة واحد من نجوم المباراة رامي ربيعة. بنتكلم على محمد الشناوي كمان اللي الحقيقة وأنا قلت هنا باعتباري حارس مرمى إنه التسع ضربات جزاء الشناوي لعب مع التسع ضربات جزاء بالزبط. بل ان الضربه الخامسه كان هيريحنا ممسكه بتاعت ناصر منسي بدلك عدت من تحت ايديه لكنه بينجح بيصد الضربه الاهم ضربه شيكابالا وربنا سبحانه وتعالى بيكرمه وفي يعني العوده سريعا ورد الاعتبار الاسرع. انا عايز اقول ان بدايه عوده محمد الشناوي لمستوى محمد الشناوي اللي احنا نعرفه كافضل لاعب داخل قاره افريقيا في 2022 هو ركلات الترجيح. نعم. غير ال 90 دقيقة كمان. نعم. لأن أنا عندي في 90 دقيقة لقطة مش بتاعت محمد الشناوي اللي هو الحارس الكبير اللي كان في الدقيقة 80 اللي طلعت ركنية، لكن أنا جايب صورتين يا كابتن توضح لك إزاي لما الحارس بس خلي بالك أنت قصدك الكرة اللي بيمسكها ووقعت عادي بتحصل في كل الدنيا قصدها منطقي وطبيعي وعادي وفي النهاية هي الكرة بتروح إلى ركنية ما وقعتش من إيده وراحت لمهاجم عشان يعمل فولو يعني أنت عارف ساعات الكرة بتلف ساعات بيبقى مش عارف الإضاءة أنا إيه فاهم كده أنا, يعني. أنا فاهم طبعا وطبعا لكن أنا بالنسبة لي في لقطتين أنا على طول كانت لقطة في ذهني كانت سلبية في السوبر الأفريقي أثناء ركلات الترجيح ومحمد الشناوي بعد الركلة الرابعة بيعمل كده. لا ما كانش ده المفترض. انا فاهمك قولي لانه هو الشناوي هو بيعمل كده هو عايز يقول لك انا رايح مع كل كوره بس ما في يعني عايز يقول لك ما فيش توفيق هو الناس خدتها كلها فسرتها تفسيرات اخرى راجل يقول لك طب انا اعمل ايه ما انا يعني هو بيكلم نفسه على فكره وبيقولش للناس هو بيقول نفسه يعني ساعات الواحد انا مثلا ممكن اضرب نفسي او ممكن اضرب رجلي في الارض او ممكن كده هو الشناوي هو ده لانه الشناوي هادي فبيقول لك يعني بتكلم نفسه طب اعمل ايه ما انا رحت معاها بس اقول لك نفسيا بيلوم نفسه هي نفسيا هنا بيدي لنفسه الاول بيغذي عقله الباطن ان الكوره مش معايا النهارده وده كان بدري قوي على عكس الشناوي في مباراه السوبر المصري. نعم. اولا انا اللقطه اللي صد فيها حمزه المسلوسي قايم بمنتهى الهدوء وعمل غمزه كده ده واحد واثق الخطوه يمشي ملكا. نعم. هنا كان الشناوي بيغذي عقله الباطن
وده اللي قاله حتى بعد المباراه ان انا النهارده جاي مركز، الجمهور ده مش هيروح زعلان. ده الفارق ما بين الشناوي اللي كان في السوبر الافريقي والشناوي اللي كان في السوبر المحلي. عشان كده في لقطه شيكابالا اللي انا بقول حراك عليه بقى هي التغذيه النفسيه. هو قال ايه؟ انا داخل هعمل اي حاجه عشان اصدها. وانا وضحت ان عادت لجماهير النادي الاهلي ثقتها الشديده بمحمد الشناوي. طيب كنت عايز اتكلم على التحكيم شويه، بس انا قبل التحكيم عايز اخدك في قضيه شائكه شويه. طبعا. انه قضيه كهربا. انه انا عجبني جدا تعامل محمد رمضان معاه. وبالمناسبه يا جماعه، بمناسبه مكالمه الكابتن رمضان على علي معلول، احب اوضح. هو قال انه علي كان الاتفاق انه هيتجدد له السنه دي، وده الموسم الاخير مع النادي الاهلي. وبالتالي ده كان الشغل، ومستنيين نشوف حالته شكلها هترجع هيبقى عامل ازاي، وبناء عليه يتم القرار. حتى انا قلت له لو تألق، قال لي ده بيبقى له كلام تاني، يبقى له رد فعل تاني. لكن ده كان الاتفاق مع علي على الموسم، لكن جت الاصابه، وان الاهلي بيعامله بمنتهى التقدير، وانه ما فيش مشكله، وانه بياخد فلوسه و و و و و لهذا الكلام. قال السنه الجايه المفروض انه ممكن علي ممكن ما يكونش في حسابات النادي الاهلي، لكنه لو لعب وتألق بامر الله كل شيء وارد في عالم كره القدم. وقال هذا اتفاق بينه وبين علي معلول، لانه في ردود فعل كبيره جدا على كلام الكابتن رمضان. فانا بستطرد من عندي، يعني انا بقول اللي انا فهمته من خلال كلام كابتن محمد رمضان. لكن ارجع لقصه كهربا ومحاوله البعض، اصل موضوع كهربا شائك، فانتوا الاثنين هتشتركوا معايا فيه. حاوله البعض يعني تصدير ازمه للنادي الاهلي، مع انه الموضوع لا حد يعرفه ولا حد سمع عنه ولا حاجه. انت اللي اعلنت كل هذا الامر. ده واحد. ازاي كان تاثيره على فرقه النادي الاهلي؟ نمره اتنين، كهربا بقى من زمان اللي هو بنرجع للماضي، وقرار الشطب من لجنه الانضباط، ثم 12 مباراه، ثم لجنه السناف تخليه سته. وفي المقابل لا توجد قرارات في حالات اكثر وضوحا، لانه لحد دلوقتي ما حدش عارف كهربا قال ايه. يعني القصه اللي فاتت اللي كاد ان يشطب بسببها، ده حقيقي، كلها حاجات يعني مبهمه، يعني حاجات بقى واضحه وصريحه طبعا، حتى اللحظه دي ما فيهاش قرار. ويجي لك الاتحاد الافريقي يدي قرارات، فتبدا المظلوميه والصريخ، هو الاتحاد المصري اللي ضد، ولا الاتحاد الافريقي اللي ضد، ولا اللجان اللي ضد، ولا الفيفا اللي ضد، ولا ما هو انت طول الوقت هتفضل اصل ده ضدي، اصل ده بيكرهني، متسبي، اصل ده ما بيحبني. طب متسبي؟ لا، انا عارف ان خالته اصلا يعني احدى اعضاء النادي الاهلي. العقوبات خرجت يعني في اليوم اللي هو موجود فيه في الغردقه. ولازم يبقى في طبعا الربط ده. الناس بتتكلم بجد. خلينا في ده الاول. يعني طب وبعد؟ يعني هي اي عقوبه هتطلع هيبقى وراها مؤامره ووراها مظلوميه، يعني طب الدنيا هتمشي ازاي؟ انا عايز اقول ان الاتحاد الافريقي نعم بيكشف عن سوءات كرة القدم المصرية. العقوبة في إفريقيا وانت بتكشف سوءات كرة القدم المصرية بالعقوبة دي. ليه؟ لأن باختصار احنا لما نبص على قرار الاتحاد الإفريقي وطريقة صدوره وتيجي تربط، والمشكلة ان تبدأ تلاقي ناس مفترض ان هي عقلاء، مفترض ان هم عندهم رأي، مفترض ان هم يوجهوا الجمهور، مفترض ان هم بيطالبوا بلوائح وانضباط، يبداوا يتكلموا ان الاتحاد الافريقي قراراته فيها تعسف، قراراته ضد نادي الزمالك، ده في مؤامره، ده في مهزله، ده في كذا. انا بشوف ان احنا بندفع ضريبه الاحتواء في كره القدم المصريه. انت احتويت في كره القدم المصريه، فوصلت الوضع، عملت ذهنيه او حاله في العقل الجمعي لبعض الجماهير ان الشيء الخطا هو بقى الصح، والشيء الصح بقى هو الغريب، وهو اللي مرفوض، وهو الغير مقبول، وهو اللي اكيد وراه حاجه. لان زي ما بنقول حضرتك لما قلت عندنا واقع الدونجا مر عليها اكتر من سنه، وخرجت تصريحات من لجنه الانضباط، تصريحات رسميه ان العقوبه هتكون ايقاف 4 مباريات، مفيش. اشارات من دونجا وشيكابالا، مفيش. اعتداء على حكم، الحكم المساعد ده هو اللي توقف. نعم، ايوه، واللي اعتدى عليه ما توقفش. نعم. يعني جوميز ما توقفش. نعم. وحاجه حتى لو وقع ثانيه. نعم. يعني انا بتكلم لما طالما بتفعل، اولى ان انت تفعل قراراتك مع اللي ارتكب امور كتير جدا، تجاوز مروان حمدي بالشكل اللي حصل ده، كل ده ما خرجش فيه عقوبات، فوصلت واستقر في وعي بعض الجمهور ان ده اللي مفترض تكون عليه الامور،
ان هو ده، ان في نظريه الطبطبه وعديلي وحب عليك وحب عليا، بقى هو ده اللي عند الناس ان هو ده السائد. فلما يجي يخرج الاتحاد الافريقي بقرارات قويه، سواء احتفال غير لائق، سواء امور تخص طريقه التعامل مع المباراه، يجي الناس تقول لك دي مؤامره. محدش يا كابتن شوبير، ودي نقطه مهمه جدا، فكر حتى يرجع كده ويشوف ان نادي الزمالك في المباراه بتاعت نهائي الكونفدراليه في يوليو واخد 200 الف دولار عقوبه. مظبوط. فبالتالي انت نفس النادي عندك اخطاء في اول مباراه افريقيه ليك بعدها بعيدا عن دوري الابطال. طب تعالى انت عندك اخطاء تانية. نيجي نبص لنقطه مهمه جدا في القصه دي. النادي الاهلي البعض النهارده لقيته بيقول اصل الانديه الاخرى ما بتطبقش عليها ده. حد فكر يبص؟ انا مش هقول ازاره في 2018 واستدعاء كالترون، انا اول مره اشوف مدرب بيتعمل له جلسه استماع وهو عنده مباراه. انما في نقطه خطيره جدا في مايو 2023 النادي الاهلي بعد مباراه الهلال السعودي الهلال السوداني اتعاقب ب 120 الف دولار. مظبوط. وفي نوفمبر، في نوفمبر 17 نوفمبر برضو اتعاقب في صن داونز. الخطا ايه؟ القاء زجاجات. انا بس كنت عايزك تتكلم. ده طبعا 120 الف دولار. فلما الناس بتيجي تخرج عليها عقوبه دلوقتي بتتعامل ان العقوبه دي موجهه والعقوبه دي مؤامره. فكابتن شوبير بجد احنا وصلنا لمرحلة ان الناس بقت شايفة ان القاعدة هي استثناء. ان ازاي انت بتطبق عليا اللوائح؟ انا اتعودت ان خلاص انت هنا بتطبطب عليا، بتعديلي، بتحتويني. فلما بقى عندي منظومة بتعاقب الجميع، وشفنا في مواقف قوية جدا للاتحاد الافريقي، بقى بالنسبة لي دي مؤامرة، بقى بالنسبة لي دي مظلومية. بس احنا اللي وصلنا لكده. طيب امتى هنخلص من المظلومية؟ يعني في مصر خلاص سلمنا امرنا لله، خلاص وما بقناش نرد. 44 دوري منهم 46 دوري مش حلال، 650 سوبر منهم 630 مش حلال، بطولات افريقيا اصل مش عارف ايه، نادي القرن اصل مش عارف مين جاب لك ايه، نادي مش عارف مين وهكذا، شغالين بالقصه والحدوته دي. طب لما بتيجي جهه محايده، لا فيها مصطفى مراد فهمي المره دي، ولا فيها عليه رحمه الله عمرو مراد فهمي، ولا فيها اي حاجه، ولا متسب ده ابن خالد حد، ولا اصل بنرجع لايام عيسى حياته، ولا هنا بريده يقدر يتدخل في امر زي ده. وفي النهايه هل المطلوب مني يا اسامه ان انا اصلح من اخطائي واقف مع نفسي واشوف اخطائي ايه اللي وصلني ان انا تتتالى عليا العقوبات، ولا قصه المظلوميه دي هتفضل هي الشعار السائد وبالتالي لا امل في الاصلاح؟ بص يا كابتن، على مدار الحلقتين اللي فاتوا اتكلمت حضرتك في حاجتين. الحاجة الأولى هي فكرة الراحة النفسية للتعايش مع الإخفاق، ميكانيزم دفاعي للتعايش مع الإخفاق. والنقطة الثانية اللي اتكلمت فيها سياسة الطفل المدلل، اللي لما بتروح لشخص آخر يبدأ يعاقب تستشعر إن في ظلم واقع عليك. الحالتين دول متمثلتين فيما بعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي والأهلي والزمالك في السوبر المحلي. وقلت لحضرتك إن الحل الوحيد هو فكرة تطبيق اللوائح والقوانين. انا عندي لوائح وانا عندي مواد ولكن غير مفعله. ليه؟ لان انا بخشى اخد القرارات دي بمنتهى الوضوح. ده صحيح. انا عندي في نهائي كاس مصر في السعوديه 8 مارس شيكابالا ودونجا بيشاوروا اشارات، النهارده شيكابالا بيتوقف 3 مباريات عشان حرض زملائه على الانسحاب 6 دقائق. البعض قال لك ده في نادي جزائري لما انسحب خد 40000 دولار. حضرتك اصلا انت في مسابقتك المحليه لما انسحبت من السوبر قبل ما تلعب او تسافر المباراه اتحرمت سنه واحده فقط لا غير. لو كنت رحت لعبت وانسحبت كنت هتحرم سنتين. لان انت بالتالي هنا وجودك في المباراه افسد صوره المفترض بتعبر عن البطولات سواء محليه او افريقيه. فده سبب ان العقوبه كبيره، والعقوبه جات لك كبيره ليه؟ لان كان في عقوبه قبل كده. صحيح. ب 200000 دولار. فالقصة باختصار شديد يا كابتن ان مفيش لوائح وقوانين بتطبق خلت الناس تروح لفكرة. لا انت فهمتني غلط. انا بقول لك انا النهاردة دايما الاخطاء متكررة ودايما التبريرات هي هي. انا امتى هقول يا جماعة انا غلطت؟ عشان كده قلت الفارس ده ما حدش شاف كهربا والنادي هو اللي اعلن. ما هو مش هيروح يا كابتن. ما هو ليه هيروح؟ ما انا بقول ده لحضرتك، ده لانه ما بيحققش الانجازات. احنا ليه بنروح؟ لان انا عايز احقق انجازات، مش عايز افضل قاعد، مش عايز افضل واقف مكاني.
مش عايز ادور على مبررات لا الجهاز الفني ولا لعيبتي ولا الجماهيري. انا عاوز اقول ان احنا هنا اخطانا كلنا. كابتن طلعنا قلنا السوبر الافريقي الاهلي لم يقدم المستوى اللي يفوز اللي يستحق بيه الفوز بالبطوله. ده صحيح. السوبر المحلي هل اي بني ادم متابع كره قدم في العالم لو شاف المباراه دي مش هيقر باحقيه النادي الاهلي؟ ده صحيح. اللي بيحصل ايه بقى كابتن؟ اللي بيحصل الجول اصلا اللي اتلغى للزمالك جول. ده اللي بيتقال وبيتم التاكيد عليه ده جول 100%. يا جماعه نجيب الصوره. ما هيقصوا ده كله. بقول لك بص اسامه جول الزمالك اللي اتلغى جول. اسامه قال كده كمل. فتلاقيه مقتنع تماما ان الجول جول وان في مشكله. برغم يا كابتن بقى عندنا حاله النهارده لان النقطه دي مهمه جدا ايضا في التحكيم. انا عندي حاله النهارده بتوضح قد ايه احنا كان بيترمنا جمل بعد مباراه الزمالك وبيراميدز ملهاش اي اساس من الصحه ولا الواقع. لما حضرتك سالتني قلت لك انا لا اقدر اجزم ان الكره دي جول ولا مش جول. قلت ايه يسوق لي القرار. النهارده الدوري الانجليزي مباراه ارسنال وليفربول تسويق القرار على اعلى مستوى تقريبا 3 دقائق في اتخاذ قرار في لقطه مشابهه في هدف ارسنال الثاني. بالظبط. واللقطه تتعمل زوم وتيجي تطلع للجماهير لان الجمهور ده عنصر من عناصر اللعبه. هل ده حصل في ماتش الزمالك وبيراميدز؟ لا. وفضلوا يقولوا ان الكره جول مستحق وتسلل على يوسف اوباما. لما جت لسيف الجزيري والله يا كابتن الكره دي تسلل مرتين صحيح. مره على سيف الجزيري والمره الثانيه على المسلوسي اللي كان متداخل في قلب المرمى. ومع ذلك مقتنعين وهيفضلوا يقولوا ما احنا اتفقنا من البدايه انه هذا الامر لا مش هيتغير بشيء. طالما مش هيتغير يبقى احنا هنظل في مشكله. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع فارس وأسامة. فارس وأسامة عايز أسألكوا سؤال. لما ابني يغلط المفروض أنا أعمل معاه إيه؟ أقول له برافو يا حبيبي جميل أعمل كده تاني زي زمان بس مش لازم أقول يعني مش عارف أعمل إيه يا حبيبي مع عمه أعمل إيه ما. ولا دوري هنا إن أنا أعرفه يعني إيه دور الأب ويعني إيه الغلط من الصح عشان في النهاية ما يجرجرنيش أنا كمان أقول لك يعملوها الصغار يوقفها الكبار عشان يبقى في نوع من أنواع التقويم يبقى في نجاح في المستقبل. زي مثلا ما هنيجي نتكلم شوية على كهربا وازاي اتمرن وازاي اللي قاله الكابتن محمد رمضان من شويه. ده حقيقي. احنا مش هنروح لكهربا الاول طبعا هنتكلم في نعم. بص كابتن انا شايف ان مفترض لو حضرتك بتتكلم على علاقه الانديه بالاتحادات نعم. انا بشوف ان العلاقه اصلا مش مفترض تكون في اطار ان انا احاول ادي الانديه حاجه كان انا بحاول احتويك او اساعدك او طبطب عليك او زي نعم. ما حضرتك بتقول ان يكون في نوع من انواع التدليل او المواءمات. كلمة المؤامات دي مشكلة كبيرة جدا. ويمكن كنت بتكلم أنا وأسامة ومجهزين حاجة كده. الأول أنا عايز أقول لحضرتك فكرة إن ما يكونش فيه لوائح واضحة إيه مشكلتها، وبعد كده نقدر نستعرض إزاي الناس بتتعامل بره في الحتة دي عشان ما أروحش اللي حضرتك بتقول عليه. أنا لما يكون عندي واقعة أو مخالفة أو مشكلة لو أنا ما عنديش لائحة واضحة بطبقها يبقى انا عندي مشكله. ولو عندي لائحه وما بطبقهاش ده هنا عندي مصيبه. نعم. ده هنا عندي مصيبه. فهل الموضوع يتعلق باللوائح ولا يتعلق بتطبيقها؟ لما انا يكون عندي لجان مسابقات وانضباط اول حاجه طبيعي ان يكون عندنا موسم جديد مع نهايه الجوله مع نهايه الاسبوع الاثنين دول بيكونوا بينعقدوا. ليه؟ لان في امور من اختصاصات لجنه المسابقات وفي امور من اختصاصات لجنه الانضباط. لازم يكون في اجتماع دوري بعد الجولة يتخذ فيه القرارات وما يكونش فيه إرجاء. إيه مشكلة موضوع الإرجاء؟ لو شفت حضرتك مشكلة المنتخب الليبي والمنتخب النيجيري نعم. وشفت حضرتك إحنا مش هندخل في تفاصيل نعم. اللي حصل ولكن هندخل في فكرة تعامل الكاف مع الموضوع. طلع أيضا خد عقوبات وأعلن خصم النقاط. طلع أحلها لجنة الانضباط ثم لجنة الانضباط كل ده في توقيت قد إيه؟ أسبوع. وثم أعلن قبل إن أنت تروح تلعب مباراة تانية العقوبات. ده أهميته إيه؟ لما بنشوف عندنا مشكلة بتحصل في الدوري أو مشكلة بتحصل في أي مسابقة وأنا عندي اللاعب ده قد يستحق إيقاف مباراتين طبيعي إن لو ده من اختصاص لجنة المسابقات توقفه. طب لو مش من اختصاصها وأحالته لجنة الانضباط توقفه. طب إن أنا إزاي بقى دور غياب العدالة لو أنا ما وقفتوش بعد الفعلة اللي ارتكبها حرفيا؟
ايه اللي بيحصل؟ بتترحل العقوبه. فانا كنادي زي مثلا هلاعب الاهلي اللي عنده لاعب يستحق الايقاف، ومثلا ندي مثال بالاهلي عشان ما حدش يقول لا، ندي مثال بالاهلي، اكيد انا مستفيد ان نجم من نجوم الاهلي في المباراتين اللي انا هلعبهم كفريق كذا او فريق كذا مش هيلاعبني. ده صحيح. لا، تخيل انا بديك افضليه ان العقوبه ما بتطبقش عندك، وتيجي تتطبق في رابع او خامس مباراه او خامس شهر او سنه زي ما بيحصل دلوقتي. فده مش موجود في العالم. العالم بيتعامل بشكل مختلف يا كابتن شوبير، واسس محطوطه بسيطه جدا، ريح واستريح. يعني اعتقد موجوده، نقدر الناس تفهمها وتفهم الناس شغاله ازاي. ريح واستريح، يعني في لوائح، في نظام. بس برضه فارس ما جاوبنيش على سؤالي. ايوه. انا لما ابني يغلط مطلوب اعمل معاه ايه؟ ادلعه ولا افهمه غلطه؟ عشان في النهايه انا ما اتجرجرش كمان للغلط وتتوالى الاخطاء، وفي النهايه بدل ما اطلع اعلن للراي العام انا اسف يا جماعه في خطا حصل ولن يتكرر مره اخرى، لا، ابني صح وانا صح وانا الاكبر وانا الاعظم وانا الاحسن، واللي مش هيقول كده يطلع لي بره الساحه، واللي 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 واللي. وفي النهايه في كتير بيصدقوا وبيمشوا على القصه دي. يا عصام، ما هو القصه يا كابتن، هو حضرتك عايز تربي ابنك ولا مش عايز تربيه؟ ده انا اللي بساله لك. هو لا، الواضح ان مفيش تربيه. ليه؟ لان لو في تربيه كنا على مدار مواسم كتير جدا 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 ما وصلناش للصوره اللي احنا واصلين لها بالشكل الحالي. ليه؟ لان احنا شفنا منهج بقى الطبيعي اللي تشوفه حتى في بدايته عاوز ياخد قرارات معينه، تلاقيه فجاه بيتحول على رغبه الجماهير. نعم. فالجماهير اصبحت تقود المسؤولين، والجماهير بقى بينها مناوشات مع الجماهير الاخرى. الجماهير بتقود المسؤولين. المسؤولين، اه طبعا، تمام. الجماهير بتقود المسؤولين. ماشي. وانت اي قرار بيتاخد دلوقتي مع اي شخص مش واثق من او ما عندوش منهج بمعنى، نعم، صح، هيروح للجماهير عايز بناء على طلب الجمهور، يعني ما يطلبه الجماهير. وده اللي حاصل. نعم. وده اللي وصل. لكن لو حد او نادي عمل موقف زي موقف كابتن محمد رمضان، اللي هو موقف بيتكرر كل سنه وكل كام شهر في النادي الاهلي، اي حد بيتعاقب بنسمع عن ده. نعم. وسبحان الله ربنا بيكافئ بانك بتحقق البطوله. صحيح. ومش عايز اربط تحقيق البطوله بالموقف، وارد. نعم. ما تحققش البطوله. صحيح. لكن في النهايه انت محقق حاجه اهم، هي بتربي ولادك. فلما تربي ولادك، ولادك لما يخرجوا بره يشرفوك. نعم. لكن لو ما ربيتش ولادك، نعم، لازم حد يربيهم. مين بقى اللي يربيهم؟ الجهه المنوط بها التربيه، اللي هي الجهه المنظمه للمسابقه، ولجان المسابقات في المسابقه، ولجان الانضباط في المسابقه. وتكون القصه واضحه. واضحه بمعنى ايه؟ احنا جايبين نماذج للاتحاد القطري، يلا، والاتحاد السعودي، نشوف، والاتحاد الاماراتي ازاي بيتم الاعلان عن عقوبه. نعم. حتى لو العقوبه دي كارت احمر للتهور او لخشونه زائده، هتلاقي موجود العقوبه دي، اسم اللاعب، المباراه، تاريخ العقوبه، العقوبه عباره عن ايه، تبع عن لماده ايه في لجنه عندي، في انا عندي لائحه مسابقات. انا عمري يا اسامه ولا هتشوفها يا فارس شفت ده في مصر ولا هتشوفها. ده وانا موجود في اتحاد الكوره. آه. يعني من الحاجات مثلا ان انا اللي هم الست شهور السود الاخرانيين، الست شهور السود ده 2019. آه. يعني بقالهم خمس ست سنين. يعني خلي بال حضراتكم، انا خرجت من اتحاد الكوره 2009. اه. رجعت بعد 10 سنين، رجعت ست شهور، وخرجت انا بقالي تقريبا 15 سنه تقريبا خارج المطبخ بتاع لو استثنينا 2019. لا، ما هم لو استثنينا 2019 يبقى انا من 2009 ل 2024 مش هتلاقي عقوبه قصادك. لا، للامانه الشديده، للامانه عشان اكون كابتن امين، كابتن عصام عبد المنعم، انا ما كنتش مع كابتن عصام. أوه. كان رجل شديد الاحترام، اللي هو حرب الدهشوري حطينا اسس ومشينا عليها، ومشت شويه، وبعد كده برضو تدخل ناس بوظوها وكانت شغلانه وحدوته. لكن انا نفسي اللي هيطلع دلوقتي على الشاشه ده تحقيق. نفسي الاقيه موجود في مصر. يعني مثلا لما يجي يقول لك عقوبه، بلاش يا سيدي على حسين الشحات. خلاص اهو، صح، لا نضرب مثل بنفسنا، انا متفق مع حضرتك. انت عاقبت حسين الشحات بمباراتنا على اساس ايه؟ ليه مش خمسه؟ ليه مش سته؟ تحقيق. ليه ما كتبتش السبب؟ هو انا نفسي في كده على اي حد يعني. وهقول لك تاني وازيدك من الشعر بيت، قلتها 10 مرات وبقولها دلوقتي المره الالف. ما في عقوبه ماديه على بعض الانديه بتتنفذ. كلام انا مسؤول عنه. ده حقيقي. وبعدين ثلاثة. اه. بتلاقي ايه 20,000 13,000 مش عارف ايه، كلام فارغ. فاللي هينزل على الشاشة دلوقتي، مش عارف انا عمال اطول في الكلام عشان تنزله على الشاشة. ده مثلا كابتن، ده انا عايز اقول ان ده في دوري الدرجة الأولى السعودي، مش الدوري. نعم. المحترفين. ايوه. ده الدوري يولو، ده الدوري. نعم. بتتكلم في نادي النجم والعربي مع احترامنا وتقديرنا
مع احترامنا وتقديرنا ليهم. حاجه يا كابتن تزعل والله. لا حاجه تفرح هناك وحاجه تزعل هنا. شوف بقى رقم القرار يا كابتن، حاطط رقم القرار، تاريخ القرار، المسابقه دوري يولو للدرجه الاولى، المباراه وتاريخ المباراه، واخد بالك من تاريخ المباراه كابتن 21/10، واخد بالك من تاريخ القرار 24/10، 72 ساعه. نعم 72 ساعه. الصادر ضده اسم اللاعب، المخالفه، شوف بقى منطوق القرار، هتلاقي الماده 48.1.1 من لائحه الانضباط والاخلاق. وفي غرامه ماليه 7500 ريال وفقا للماده 144. خلي بالك ايه، بالاضافه الى مباراه الايقاف التلقائي، ايوه المترتب على البطاقه الحمراء، الزام بدفع كذا، وهذا القرار قابل للاستئناف. بالظبط كمان، لان لو في قرارات بتبقى غير قابله للاستئناف. الدوري اللي بعد طيب هيرجعوا لنا تاني يقولوا لنا، لكن هنا يا فارس انت بتتكلم في اسس، في ضوابط انت بتتكلم عليها، 1+1=2. هو ده صعب يا كابتن؟ ده اسهل حاجه في الدنيا يعني. لا يبقى في حد مش عايز عداله وفي حد مستفيد من العشوائيه، واحيانا في ناس بتستفيد من العشوائيه. طيب هنا نروح على الدوري القطري، اتفضل يا اسامه. ده لجنه الانضباط نادي الوكره، ايقاف الشيخ، وخد بالك بقى هنا مسؤول رئيس نادي الوكره لمده 6 شهور اعتبارا. خليفه بالحسن ال ثاني. ماشي، رئيس نادي الوكره. رئيس نادي الوكره لمده 6 شهور اعتبارا من تاريخ 28/2 حتى تاريخ 27/8، والمنع من دخول الملاعب الاستداد، غرامه ماليه قدرها 100,000 ريال قطري لغير بسبب التصريحات، ادي السبب، تصريحات اعلاميه ومخالفه المبادئ العامه للسلوك الرياضي في مباراه نادي الوكره ونادي السد بتاريخ 25/2. انا بركز ثاني يا كابتن، المباراه 25/2 بعد 72 ساعه 28/2 القرار. وذلك استنادا للمواد، رقم حاطط لك رقم المواد من لائحه الانضباط وحاطط لك الموسم الرياضي. احنا هنا يا كابتن كم مره بنشوف مسؤولين بيطلعوا في تصريحات اعلاميه بيسيئوا للجميع، بيشككوا في ذمم الجميع، بيتهموا الجميع، برغم يعني اخرها لسه تصريح طالع امبارح ولا اول امبارح ان الجول هو جول، وشوفوا مين يا جماعه اللي جايب الحكام، وكلام في تشكيك، وطلعت قبل كده نفس الشخص ونفس المسؤول بتصريحات، اصل النادي الاهلي مش مشكلتنا معاه، احنا مشكلتنا مع اتحاد الكوره، احنا مشكلتنا مع لجنه الانضباط، احنا مشكلتنا مع الاعلام، لانهم بيجاملوا النادي الاهلي. انت كده مشكلتك مش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اختفى يا كابتن من 62، وانا اسف ان انا اقول ده، من على منصه البطولات ل 67. البطوله اتوزعت ما بين كل الانديه. المشكله مش النادي الاهلي، والله المشكله في الانديه اللي بتدعي المظلوميه فيهم بس. هم لازم يصدروا لجماهيرهم عشان ما يتحملوش المسؤوليه قدام جماهيرهم. طيب ده كلام جميل وكلام محترم. تعالى بقى نروح على كهربا. قول لي التعامل مع كهربا، قول لي الكلام اللي قاله كابتن رمضان من شويه، وما قالوش من شويه، ده كان عملي على ارض الملعب. قول لي صوره كولر اللي حطها طبعا ووراها كهربا. وانا امبارح قلت انه او النهارده الصبح قلت انه الراجل قبل كان حد من اصدقائي موجود في الفندق، فقال له، بيقول له مش عايز اوصيك على كهربا، قال له ده ماي سان، ده ابني. ويبدو ان الراجل بيترجم ده في الملعب وبيترجمه النهارده كمان على اعتقد على الانستجرام. الانستجرام مظبوط كده. انا هنا بقى عايز، ما انا كمان يا فارس من حقي ان انا بروز ناديه طبعا، من حق ان انا بروز اخلاقياتي، خصوصا من حق ان انا بروز مبادئي، عشان الناس تتكلم على المبادئ والقيم، ما انا بتكلم هنا اهو. طبعا اتفضل. طيب انا عايز اروح من حته حضرتك قلتها ونقول اذا كان كابتن شوبير على الهوا بيقول كلام مرسل ولا مش كلام مرسل. ان كولر اللي دخل في اكتر من صدام مع كهربا واكتر من عقوبه، هو فعلا لما بيقول ماي سان هو ترجم ده لحاجات كتير. هو مين اصلا اللي ادى فرصه لكهربا اللي موقوف 6 شهور صح ما بيلعبش كوره وغرامه عليه ماليه كبيره ما انتش عارف مصيرها؟ مديرين فنيين كتير جدا في العالم ممكن يجي يقول لك اللاعب ده لا مش مضمون صح، انا ما اعرفش هيدفع غرامته، ما اعرفش وضعه ايه، ما اعرفش البلان بتاعته على المستوى البعيد ايه، فهو خارج حساباتي. مين اللي جاب كهربا من ايقاف 6 شهور وراهن عليه واداله تحدي؟ مع ان لما نيجي نبص للسي في والهيستوري بتاع كهربا مع المدربين اللي قبله، بما فيهم بيتسو موسيماني اللي ماشي وهو كهربا بره خالص السكواد، بيتسو موسيماني لو كمل كهربا ما كانش حاجه طبعا. بما فيهم فايلر اللي في وقت ومن الاوقات بعد ما حصلت مشكله السوبر اللي كان في الامارات وكان كهربا فيها خد موقف ضده، بما فيها سوارش. فلما نيجي نقول هنلاقي كلام كابتن شوبير هو كلام حقيقي للصوره اللي على الشاشه.
ان كولر ناس كتيره جدا بتقول مدرب بيحب ويكره، لا انا عايز اقول ان كولر مدرب مقارنه بمدربين كتير جدا منح كهربا ما لم يمنحه احد داخل النادي الاهلي الكهربا، ده حقيقي واستحمله بدنيا وبعد المشكله اللي حصلت وكان الفرح اللي القصه واستئذان كهربا من عدمه، الراجل رجع ودى كهربا فين؟ في مباراه الزمالك. مظبوط. احنا رجعنا لعبنا مباراه الزمالك، الناس قالت كهربا بعيد، الناس لقت كهربا في المباراه بيلعب. فانا عايز اقول ان النادي الاهلي هو نادي بيوصل رساله وبيوصل فكره وبيوصل مبدا، مش داخل فكره ان انا بخلص على اللعيب. كابتن حسام حسن حكينا قبل كده في وقعه القاء التيشيرت في 94، ايه اللي حصل بعدها؟ نجم النادي الاهلي مكسر الدنيا. كابتن ابراهيم حسن بعد وقعه ايقافه، فيليكس في البطوله العربيه لما اتاخر في السفر في رجوعه. يا جماعه النادي الاهلي ما هوش بيتعامل مع اللاعب ان انا عايز اخلص عليك، انا بوصل موقف تربوي. وكابتن محمد رمضان انا عايز اقول ان هذا الرجل جمهور النادي الاهلي اداه كريدت. الموقف اللي فات جمهور النادي الاهلي انتصر لقرار النادي الاهلي متمثلا في قرار كابتن محمد رمضان. نعم صحيح. لان بان ان الراجل جاي يشتغل، الراجل مش جاي يهزر، الراجل هو اللي بيعلن العقوبه، ودي رساله للجميع. ثم شعور اللاعبين ومشاعر اللاعبين مع كهربا وتعامل كابتن محمد رمضان فيما بعد مع الازمه. عايز اقول ان دي بدايه، طبعا اكيد في مديرين كره عظام قبل كابتن محمد رمضان، ولكن كابتن محمد رمضان انا سمعته مع حضرتك وهو بيقول عايز اتخلص من اعباء المهام. انا عايز اقول له حاجه وعلى الهوى، استحملنا شويه. لا ما هو قال لك قدامي 3-4 شهور. يعني استحملنا شويه، ما هتكمل لاخر السنه، لان كابتن محمد رمضان جاي في وقت اوضه لبس النادي الاهلي محتاجه شخصيه كابتن محمد رمضان. ومحتاجه هذا الشخص اللي محدش ممكن يقول ان هو بيعمل ده نتيجه حسابات او نتيجه ان هو بيحب ويكره. انما نتيجه ان هو شارب هنا يا فارس. ده اللي انا بقوله، انت بتعرف تربي ابنك، ده حقيقي، هو ده المهم، انك بتعرف تربي. هو حتى نفسه قال انا لما اشتغلت زمان كان في 3-4 لعيبه اكبر مني وانا كنت منهم، دلوقتي دول اصغر من عيالي. هو دايما حتى بيقول لك يعني عياله بتاع بلغتنا بطريقتنا طبعا. انت يا ولد منا يعني احنا لنا طريقه كده يعني على اساس. معلش يا اسامه اسف بس لو هقول حاجه في حته انك تربي ابنك ده. بص يا كابتن انا معلش مضطر اقول ده، احنا عندنا بندفع ضريبه حاجه فيها تساؤل بالمقارنه. انا عارف ان ممكن حضرتك ما تحبش تروح لده، بس احنا لو عايزين نواجه لازم نقوله. شيكابالا في فبراير 2022 في مباراة السوبر في الإمارات، وحط حضرتك حيثية وأبعاد المباريات بتلعب فيه، بنقدم نفسنا للناس، إيه اللي حصل؟ الإشارة الخارجة اللي أكيد حضرتك فاكرها. ثم بنروح الكاس في مارس 2024 السنة دي في السعودية، إيه اللي بيحصل؟ الإشارة اللي اتعملت في الملعب. ثم بنروح للمباراة بتاعة السوبر في السعودية، السوبر الإفريقي، إيه اللي بيحصل؟ بيحرض اللعيبة على الانسحاب. ثم بنروح للمباراة الأخيرة بتخرج ضده أيضا عقوبة. فهل ده نسق؟ حد يقول ان اي حد بيتجنى على شيكابالا في الكره المصريه وهو بتحصل 4 وقائع خارج مصر بالشكل ده؟ ده كابتن اجابه للي حضرتك كنت بتقول. طيب انا عايز اروح لك انت كمان يا اسامه، احنا بقى سخنا. تمام. انه انا ما انا حر ان انا اقول اللي انا عايزه، ان احسن في فرقه في العالم انا لكنه ده ليه حيثيات. يعني ماشي من حقك. انا شايف مثلا، انا مثلا كان معانا ده بجد كان معانا لعيب شديد التواضع في منتخب مصر، لا داعي لذكر اسمه يعني. ف وكان يقول لك انا احسن لعيب في مصر، انا مصر ما جابتش حارس مرمى. كابتن لا حارس مرمى انا كنت بموتهم اول ما اصل انا كنت اقول لحضرتك هو مين اللي كان شايف احسن ومحدش بيلعب؟ هنهرج بقى يا فارس ولا ايه؟ لا والله بجد كان في لعيب في وسط الملعب كده وخارج الاهلي والزمالك يقول لك انا الباصه تطلع من رجلي، انا الاعظم وهكذا. فلعب سنتين وبطل، بس هو كان بيتعامل معانا انه احسن لعيب في مصر، هو لعيب وهو كان شخصيه طيبه جدا يعني. بس خياله صور له ده. فانا مش هتكلم على التاريخ ولا هتكلم على الجغرافيا، انا هتكلم حتى على حاضر. يعني لما اجي انا اقول هذا الكلام اقوله مثلا وانا ايه واقف على رجلي قوي. طب انا مثلا لما اجي اوريك بدايه الموسم حتى ده. الموسم ده اللي احنا فيه ده الدنيا ماشيه ازاي؟ هنا سؤالي للمتلقي، هو انت بتصدق؟ هو محتاج يصدق، هو عايز يصدق. طبعا هو عايز يصدق، ولا هو عارف انه مش صح ويقول لك اخش في الهيصه؟ والله بتظهر وقت لما بيحصل الاخفاق. احنا كابتن وقت ما بيحصل الاخفاق لان احنا شفنا ثواني كتير جدا ما بين ما قبل
تصدي الشناوي وما بعد تصدي الشناوي. الناس كانت بتحتفل لربما للقطة الختامية في تاريخ شيكابالا بتسجيل ركلة الترجيح اللي تجيب السوبر المصري. كان ده اللي الناس بتحتفل إليه ليه؟ ويلا شيكا وشيكا حقه. والنهائي حقه, حقه تماما. اللي حصل إيه بقى لما ضيع ركلة الجزاء؟ الناس رجعت على أرض الواقع, نزلت تحت بدأت تتذكر ان القصه لا مش كده, ان مفيش انجازات اتحققت على ارض الواقع, وان كل الانجازات كانت انجازات جماهيريه على مستوى لاعب فردي لا نشكك في امكانياته الفرديه. طبعا. لكن احنا اساسنا هنا ايه؟ اساسنا بوضوح شديد جدا ان مهما كان اسم النجم في النهايه انت راجل رياضي. انا هدفي اقدم قدوه حسنه ولا هدفي افضل اطبطب وادلع عشان اقدم طيب نموذج؟ ده قاله فارس بما يكفي. انا بتكلم بقى, حطوا لنا يا جماعه بس يعني ارقامنا على الاقل السنه دي يعني شغاله ازاي. خليكم بس معايا يا جماعه بسرعه لانه الحاجات دي محتاجه سرعه رد فعل كده, زي حارس المرمى كده, زي الشناوي كده لما بيصد ضربه جزاء ولا امام بيشوطها ولا قفشه في القاضيه, فخلي في سرعه رد فعل عندنا شويه. فانا بتكلم في الارقام مش على مر الزمن, لانه لو على مر الزمن مش يعني مش هنخلص من الحلقه. انا بتكلم حتى انا عندي لاعب يا كابتن قاعد معايا 14 شهر. لاعب قعد في نادي الزمالك 3 سنين ونص تقريبا, في اول موسم ليه حقق الارقام على المستوى الفردي عشان بس ما نجيبش ارقام البطولات, لان كده كده وانت معدي من جنب سور النادي الاهلي هتاخد بطولات. وده الكريدت للنادي الاهلي. وانت جاي على الاهلي هو بطل افريقيا وساهمت في انك انت تستمر مع الاهلي بطل افريقيا. لكن لو رحنا الارقام مثلا امام عاشور هتلاقي حقق 5 بطولات منهم بطوله نادي الزمالك مش قادر يحققها من اكتر من 22 سنه. دوري ابطال افريقيا في اول موسم ليه مع النادي الاهلي, دي قيمه النادي الاهلي. وده دي البطولات طبعا يا كابتن مع نادي الزمالك, خد الدوري 2020 21 و2021 22, خد الدوري مرتين, خد الكاس مرتين, وخد السوبر المصري مره واحده. ده مع نادي الزمالك كلها بطولات محليه. مع النادي الاهلي خد الدوري, تذوق كل البطولات, هو الموسم لعبه خد بطل الدوري, خد كاس مصر, خد السوبر مرتين. وهي دي بقى يا كابتن اللي انا بشوف ان اللاعب يدفع فيها فلوس. اللاعب اللي بره النادي الاهلي يجي كده يدفع عقد سنه ويقول انا عايز العب في النادي الاهلي سنه عشان يتحط في السي في بتاعي ان انا حصلت على دوري ابطال افريقيا. لان دوري ابطال افريقيا في القرن الحالي ومن بعد 2002 هو حصريا باسم النادي الاهلي. لو عاوز دوري ابطال افريقيا يبقى مكانك النادي الاهلي. لو بتحلم ان انت يكون في تاريخك ذهبيه دوري ابطال افريقيا هو مكان واحد. في وقت من الاوقات قبل ما النادي الاهلي يحقق البطوله التاسعه اللي كانت مستعصيه علينا, البعض ظن ان ربما يكون هناك طموح خارج النادي الاهلي, ان هناك مجد خارج النادي الاهلي. فكان الرد ان النادي الاهلي 5 سنين على التوالي واقف على منصه الترويج في النهائي, منهم 4 ومن دهب. حق الجميع انه يحاول ومن حق الجميع انه يقول ولكن انا ده على فكره دي لقطه جماهير النادي الاهلي فعلا. من حق الكل يحلم لكن الواقع اهلاوي. ده صحيح الواقع اهلاوي. حتى انا بتكلم على الموسم, يعني انا قلت لك حاجه يا فارس. الموسم الحالي. ايوه الموسم الحالي. طيب بص يا كابتن شوبير, انا عايز اسال سؤال, هو احنا هنحط معيار ولا هننقي؟ يعني ايه هننقي؟ لا هنحط معيار بالظبط. ما هو انا باجي اقول لك كره القدم تقول لي انا ما بتكلمش على كره القدم, اجي اقول لك انا دوري ابطال افريقيا محقق 12 مره انت محققتش من 23 سنه تقول لي ما بتكلمش على دوري ابطال افريقيا, اقول لك الدوري 44 وانت 14 دوري تقول لي ما بتكلمش على الدوري, تقول لي انا بتكلم. طب احنا ما هو احنا ما بننقيش, احنا بنتكلم على البطولات. انت عند حركة البطولات السيدات في النادي الاهلي هي لوحدها يعني معديه ال 200 بطوله. بطولات الزمالك سيدات لا تتجاوز ال10. طب تعالى نحط معيار. انا همشي معاك, تعالى نقول حاليا انت ما بتكلمنيش في تاريخ. طب الموسم ده حصل افتتاحيه الزمالك بيكسب النادي الاهلي في السوبر الافريقي, طب من بعدها ايه؟ لو معانا الارقام او معانا البطولات اللي مواجهه فيها, فوز شباب اليد 2006 على الزمالك. أي الارقام هي على الشاشه الكبيره. لا دي ارقام ثانيه. الاهلي نعم تاسف. فوز شباب يد الاهلي 2006 على الزمالك بنتيجه 30-21 في قلب الزمالك. فوز شباب يد الاهلي 2004 على الزمالك بنتيجه 33-32 في الزمالك. فوز سيدات الاهلي في كره القدم على سيدات الزمالك ايضا في نادي الزمالك. فوز شباب الاهلي 2005 في كره القدم على شباب الزمالك 3-2 ايضا في قلب قلعه الزمالك. فوز شباب الاهلي 2009 في كره القدم على شباب الزمالك 1-0.
فوز رجال الاهلي في كره اليد طبعا المباراه الملحميه سيمي فاينل والقاضيه طبعا نعم. على الزمالك في نصف نهائي افريقيا فوز الاهلي على الزمالك في كره القدم في نهائي السوبر المصري في الامارات يبقى احنا كده بنتكلم النتيجه 7-1 ده خلال الموسم الحالي ده ارض الواقع اللي احنا موجودين عليه خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل في هذه الحلقه الساخنه بطوله كانت مهمه بالنسبه لكم مهمه للجمهور مليون مبروك ياسر حبيبي الله يبارك فيك يا حبيبي تسلم لي طبعا برحب بالكابتن شوبير وبقول له مبروك الحمد لله طبعا كانت بطوله صعبه وكانت بطوله مهمه قوي قوي دي ترجع لك تاني الروح المعنويه اللي احنا كنا والثقه طبعا كنا مفتقدينها الماتشات اللي فاتت دي فالحمد لله طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي ببارك للاعيبه الرجاله اللي كانوا على قد المسؤوليه احنا تعبنا الحمد لله في الماتش بس ربنا ما ضيعش تعبنا فالحمد لله ياسر عمرنا ما رهنا عليك وخسرنا الرهان يعني ياسر واحد من اللعيبه اللي وقت ما تحتاجه بتلاقيه دايما بفورمته بتركيزه بادائه دايما الاوقات الصعبه بتظهر فيها شخصيه ياسر ابراهيم الحمد لله طبعا ده توفيق من عند ربنا هو الواحد بيشتغل على نفسه انا من ساعه ما رجعت من الاصابه اي نعم ممكن اكون قصرت في ماتش ماتشين بس لازم اشتغل على نفسي هي دي طبيعه الحياه مش دايما في احسن حال في احسن حال او دايما فوق على طول لا انت بتحاول تحسن من نفسك تطور من نفسك ما تسمعش لحد تشوف ايه اللي بيعطلك تحطه ورا ظهرك طبعا تشتغل على نفسك وبتطور من نفسك فربنا ما بيضيعش التعب ده ابدا يعني الحمد لله ياسر احنا في وقت فرحه ووقت بطوله بس انا انت عارف انا دايما بتكلم معاك بصراحه ياسر ممكن يكون راجع من بعد غياب او من بعد اصابه الاداء مش هو ياسر ما بيتاثرش بالكلام ده خالص ياسر بتيجي تتفاجئ بيه بعديها بيرجع لمستواه ازاي بترجع نفسك كده بسرعه ياسر زي ما انا لسه قايل لك من شويه هو كلام الناس طبعا فوق راسي وكل حاجه بس انا يعني مش هاخده مش هيحطبني بمعنى اصح لا انا بشتغل على نفسي وبشوف ايه النقص اللي عندي وبشتغل عليها بشتغل في التمرين بشوف ايه اللي مقصر فيه وبحاول ان انا احسنه يعني اللي مقصر فيه ايه هو بحاول اشتغل عليه واحسنه فالحمد لله ربنا ما بيضيعش ده خالص ف بقول الحمد لله بحمد ربنا بشكر فضله طبعا ان احنا راجعين دلوقتي ومعانا الكاس حبيبي تسلمي ومعانا الكاس وبارك للجمهور النادي الاهلي واقول لهم طبعا انتوا داعم لينا ودايما مستنيينكم في الماتشات المهمه على طول انتوا دايما في ظهرنا وببارك لكم ياسر كنت في يعني كنت تتوقع ان سيناريو المباراه يروح ل 120 دقيقه يروح لركلات ترجيح احنا كنا عاملين حسابنا طبعا لكل السيناريوهات نازلين في 90 دقيقه بعد كده في 120 دقيقه بعد كده في ضربات جزاء فانت لو مش عامل حساب ده ما كنتش ظهرت بالشكل ده لا كنت ممكن بعد 90 دقيقه في الاكسترا تايم مثلا تخسر يجي فيك جول لكن لا احنا كنا مركزين وعاملين حساب كل ده واشتغلنا لده يعني كان في حاجات في التمرين بنعملها لو وصلنا لده وكان في طبعا تدريب على البلينات الحمد لله البلينات دي توقفت قلبنا كلنا هي راحت وجت وبعد كده قامت جايه تاني فلا الحمد لله ده تعب وده مجهود وربنا عمره ما بيضيع تعب حد دايما المجهود بص التوفيق ما بيروحش للمجتهد واحنا تعبنا النهارده والحمد لله ربنا ما خذلناش يعني فقدت الامل في المباراه في وقت من الاوقات والله انا بص بعد يوسف ما ضيع البنالتي انا يعني مش قادر اوصف لك ازاي لعيب لعيبه انا بقيت اقول الحمد لله يعني في السراء والضراء احنا راضيين يا رب احنا عملنا اللي علينا والحمد لله يعني في اللي ربنا يعمل بس الشناوي طبعا الحمد لله ربنا كرمه وقدر يصد البنالتي وجبنا وكسبنا يعني الحمد لله أسامة من البداية كنت عايز تشيد بياسر ده حقيقي لأن ياسر كان قبل الإصابة من وجهة نظري ما كانش بس أفضل مدافع في مصر كان أفضل لاعب في مصر لما تعرض للإصابة ورجع بعيد عن حالته ورجع بعيد عن مستواه وقدم صحيح. كذا مباراة لا محتاجين كنا في أشد الاحتياج لأشرف داري في التوقيت ده أنا عايز أقول بس إن ياسر إبراهيم دخل المباراة أكتر في الشوط الثاني والجرينتا اللي عملها دي اللي هي اكدت له ان انا دخلت المباراه لان في لقطه الجول الاوفسايد اللي هو اتلغى لانه اوفسايد كان ياسر في الكره الثانيه كان اتفرج على الكره شويه لكن في الشوط الثاني والثالث والرابع ياسر رجع ياسر ابراهيم اللي احنا نعرفه افضل ان شاء الله مدافع في مصر والمهم ان هو رجع في توقيت صعب جدا لان انت عندك مواجهه امام بطل عنده سلاح هجومي مرعب يعني العين وتشعر انه جماهير النادي الاهلي نسيت السوبر المصري ايوه بطوله كأن لم تكن
وانه الحدوته في العين وانه ما ينفعش ما تكسبش العين، ما ينفعش ما تكسبش البطوله. هو ما ينفعش ما تكسبش اي مباراه، وده قدر صعب جدا عند لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ده طبيعه جميله الاهلي. والعين انا بشوف ان هو فريق كبير جدا، طبعا بطل اسيا، يمكن هو مش في حالته الافضل في الفتره الحاليه، عنده نقطه انه شرس جدا جدا بره الامارات، وشرس اكتر قدام الفرق الكبيره، ورغم خسارته 5-4 امام الهلال مباراه كانت متكافئه جدا. بس هو عنده حاجه كابتن يعني متناقضه جدا، عنده خط هجوم كاسح قوي جدا اساسي باحتياطي، وخط دفاع نقدر نلعب عليه. بس هو رجع له يحيى نادر في وسط الملعب، وده رمانه الميزان. أيوة يحيى كان لاعب مصري، فده بيفرق جدا في وسط الملعب. لكن عايز اقول لحضرتك ان من شهر مايو الماضي مفيش مباراه لعبها العين الاماراتي الا ما استقبل اهداف. العين الاماراتي لعب السنه دي 10 مباريات، 2 في الكاس فاز في الاثنين، مباراه 3-2 ومباراه 3-1 اعتقد امام اتحاد كلباء، سجل 6 وده شراسه هجوميه، ولكن استقبل 3 واستقبل 3 في المباراتين. في الدوري لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز، لم يحقق الفوز في الدوري على الاطلاق. هو ده كاس طبعا. في الدوري لعب 5 مباريات، اتعادل 2، فاز 2، خسر 1، سجل 14 رقم كبير، واستقبل 9 برده رقم كبير لفريق كبير. في دوري ابطال اسيا ولعب 3 مباريات، منهم 2-2 في الامارات، اتعادل مع السد القطري 1-1، وهزم 5-4 امام الهلال، وده فريق كبير جدا، وهزم من الغرافه القطري في قطر 4-2. فهتلاقي معدل الاهداف استقبال 10 اهداف من 3 فرق وسجل 7. اجمالي ال 10 مباريات يا كابتن استقبل 22 هدف، سجل 27 بمعدل 2.7 كقوه هجوميه، ولكن الناحيه الدفاعيه في مشكلات كبيره، التمركز الدفاعي في مشكلات كبيره، حارس المرمى يعني خالد عيسى في حالات، يعني مره نتمنى يكون احسن حارس في اسيا ومره تلاقيه شويه متوتر، نتمنى يكون حارس موهوب في المتوتر. ودي نقطه مهمه بقى يا كابتن، هي فكره اسلوب لعب الاهلي وهويه النادي الاهلي. تاني ما هو بنتفائل الكابتن هيروح لاسلوب اللعب والهويه اللي احنا قلناها. بنتفائل هو خلاص عارف الهويه. تمام. المهم جدا هو ازاي تلعب قدام الفريق ده بشكل متوازن، بس قدام الفريق ده ما عندناش رفاهيه اهدار الفرص اللي اهدرناها امام الزمالك. ده صحيح، لان قدام الفريق ده لو ضيعت هتستقل. حلو. طيب قصه ان بطوله من مباراه، ثلاث مباريات ورا بعض بثلاث بطولات، سوبر افريقي، سوبر مصري، ثم سوبر افرو اسيوي، بيكملك كمان في بطوله الانتر كونتيننتال. مدى الضغوط اللي بتبقى موجوده على اللعيبه، والبعض يقول لك يا عم ما ايه المشكله يعني، ما تخسر بطوله ما عادي يعني. البعض فين؟ لعيبه عالميين. البعض يعني مش في الاهلي شويه، مش في الاهلي. لا 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 خالص. بص كابتن شوبير، احنا عندنا ثقافه بتتناقلها جماهير النادي الاهلي على مدار سنوات، ان البعض بيفسرها ان هو جمهور لا يقبل الهزيمه. ده مش حقيقي. مين قال؟ ولكن هو طول الوقت بيسعى ان انا اخد كل حاجه. ممكن لما اخسر بطوله اشوف اسبابها واشتغل على اللي جاي، انما عايز تقول لي اتقبل فكره ان ادخل بطوله اقول للفريق اللي قدامي ليه افضليه فانا مسلم؟ ده مش الاهلي تاريخيا. ده مش الاهلي تاريخيا في مواقف كتير جدا جدا جدا. احنا كابتن هروح لكاس العالم للانديه، بما اننا بنتكلم على البطوله دي بمسماها اللي هو الانتر كونتيننتال، هي امتداد لكاس العالم للانديه بشكلها القديم. نعم. انت حضرتك بتروح تلاعب مونتري اللي قبل كده كان عندك جيل فيه عظماء خسر منه هيفي سكور بخماسيه، وثم جيل تاني فيما بعد خسر منه ايضا، ثم بتروح مباراه ليس كل ما يعرف يقال، لعبتك مش معاك، انت بتروح بتشكيل في غيابات كتير جدا. طبعا عشان بس تبقوا عارفين ظروف المباراه دي، اللي مش فاكر يعني انه مصر كانت بتلعب في بطوله الامم الافريقيه، ده حقيقي، والمباراه تعارضت مع ليس كل ما عرف يقال المباراه. نعم. ليس كل ما عرف يقال. تعارضت ولاعيبه النادي الاهلي راحوا بعد المباراه، وصلوا بعد المباراه، وكان الاهلي بيلعب مونتيري، والكل توقع هزيمه قاسيه للنادي الاهلي، الا ان محمد هاني والنادي الاهلي خيبوا رجاء البعض، ونجحنا وفزنا 1-0. ثم في هذه البطوله فزنا ب كنا ناقصين 14 لعبه يا كابتن، 14 لعبه، 6 مع منتخب مصر فقط، وبيرسي تاو مع منتخب جنوب افريقيا، وعلي معلول مع منتخب، لا علي معلول رجع، بيرسي تاو كان مع منتخب جنوب افريقيا، علي معلول رجع، كان عندنا اصابات، اليو ديانج كان، اليو ديانج كان عندنا اصابات، لدرجه ان احنا لعبنا بناشئ مغربي لو حضرتك تتذكر، بدأ سنتر باك،
ولعبنا بعلي لطفي حارس مرمى فكانت نعم. دي هويه، دي هويه في النادي الاهلي. ايضا انت رحت مباراه الهلال السعودي نعم. وده نقدر نقارنها مع احترامي طبعا اكيد العين له احترام، ولكن الهلال السعودي في الوقت ده كان قيمه تسويقيه اكبر كمان صحيح. من الهلال نعم. ثم حققت نتيجه فوز 1-0 من تشيلسي طبعا، وحققت فوز برباعيه نعم. فانا بقول النادي الاهلي هو بتاع اللحظات اللي زي دي نعم. تقدر تراهن عليه، تقدر تراهن على الشخصيه، تقدر تراهن على التاريخ. ما اعتقدش النادي الاهلي من الفرق اللي عمر جمهورها حسبها اصل الفريق اللي قدامي قيمته التسويقيه اكبر، فما حسبناهاش كده قدام اتحاد جده، ما حسبناهاش كده قدام الهلال السعودي، ما حسبناهاش كده قدام بالميراس. وحضرتك بتتكلم عن الشناوي وبتروح لركلات الجزاء وفليبي ميلو في رائعه فليبي ميلو وهو بيدخل يسدد والشناوي بيشيلها ويشيل 3 ركلات جزاء من 5 نعم. فاحنا هويتنا التشجيعيه ما فيهاش فكره التقبل ده. حتى اعضاء مجلس الاداره يمكن كنا سمعنا تصريحات قريبه كتير جدا ان جمهور الاهلي عارف ان التارجت بتاعه مع مجلس الاداره لو انت بتلعب على 10 بطولات كسبت 9 وخسرت 1 هيمسك في الواحده يقول لك كسبتها ليه ويسيب التسعة. وجميل قوي يا كابتن شوبير ان المسؤول يبقى مدرك ده. امتى بتحصل المشكله؟ لو انت جمهور موهوم والمسؤول مصدق ان انت قادر فتحصل خلل، او انت جمهور عارف ان انت ما عندكش بس المسؤول شايف بالعافيه ان انت نادي قادر، برضه تحصل مشكله. انما النادي الاهلي تاريخيا ادارته وجمهوره هما في نفس الاتجاه، وانا سعيد بالاجواء اللي احنا رايحين ليها مباراه العين حتى على المستوى النفسي نعم. حتى في قناه الاهلي عدم الاحتفال المبالغ ببطوله السوبر المصري ده شيء رائع ده شيء يحسب لعقل. احنا لازم نتجنب الخطا اللي حصل بعد احتفال الدوري. طب الشكر من الكابتن، التهنئه من الكابتن الخطيب، انا ده رايح له، ده حقيقي. وكابتن محمود الخطيب مع الاخذ في الحسبان ان عندنا ده حقيقي كذا، انت عارف حضرتك نعم. وانت بتقول نعم. يعني انت كابتن بتنغص علينا فرحتنا لا انا بقول لك حاجه تاريخيه في النادي الاهلي، التاريخ في المتحف نعم. النادي الاهلي التاريخ في المتحف، لان انا بتاع اللي جاي مش بتاع ان انا بعيش على بطوله واتشبع وخلاص مش عايز حاجه. فمن اول تصريحات مجلس اداره النادي الاهلي مرورا بالقناه مرورا برد فعل الجمهور للامانه، ده حاجه في علم النفس اسمها العقل الجمعي. العقل الجمعي الاهلاوي يقود دايما افكار مشتركه وهي فكره ايه؟ التطلع اللي بعده نيكست يلا اللي جاي. فانا بشوف ان احنا رايحين مباراه العين باجواء نفسيه بعد الفوز على الزمالك جيده واجواء متزنه، محترمين العين ولكن واثقين في نفسنا، والنادي الاهلي بتاع المباريات الكبيره وبتاع المباريات اللي شخصيته فيها. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بحب اشوف كولر في المباريات دي. تحب تشوف كولر في بحب اشوف كولر في المباريات دي، احب اشوفه في مباراه فلامينجو، احب اشوفه في مباراه حتى مباريات زي اتحاد جده، بحب اشوف كولر في المباريات الصعبه لان هو بيدخلها عنده تركيز عالي جدا. واتمنى اللي شفناه في مباراه الزمالك يكون بدايه للخطوه اللي جايه. هل الاهلي مطلوب منه انه يركز مع الاخرين اللي شغالين في محاولات للتشويه وللتشويش، ولا ركز بقى مع نفسك وسيبك من كل الكلام ده؟ لا، هو الاهلي طول عمره باصص لقدام وعشان الفرق الاخرى بتبص على النادي الاهلي فبتتكعبل وتقع وراه، ده طبيعي وبديهي. انت طول ما انت مركز في شغلك كنادي اهلي انت اللي هتقدر تحقق النجاح، انت اللي هتقدر تحقق الانجاز. عشان كده انا عايز برضه اروح لفكره هويه جماهير النادي الاهلي يا كابتن، اللي هي لا تقبل فكره الهزيمه. لا، هي مش لا تقبل فكره الهزيمه، هي فريق حتى وانت بتلعب بايرن ميونخ عايز يكسب. الاهم حتى وانت مستواك مش كويس ودي نقطه مهمه جدا، انت تذاكر مباراه العين ودي رساله لعيب النادي الاهلي. انت تذاكر مباراه العين نفذت امتى؟ ما تفكرنيش بالتذاكر، الهي ربنا ده لسه ناس بره بتقول لنا تذاكر، قلنا لهم كابتن شوبير جوه وبيتكلموا حد يستورك. ما تفكرنيش بالتذاكر، ده احنا معتمدين على الله ثم عليك. ده انا والله العظيم معتمد على الله ثم عليكم. انا يا جماعه ما اتحطتش يلا هتعتمد على الله بس زي موقف المباراه دي، لانه انا مش عارف اعمل ايه. انا مطلوب مني والله، وكلمت كل الافاضل حبايبنا يعني كله بدا يهرب مني دلوقتي يعني. يا نهار ابيض، بس شيء جميل يعني طبعا. انت مش لاقي تذكره من الناس كلها يعني بتلاقي لك وكله عايز يشتري. لا، وامتى نفذت؟ امتى نفذت؟ قبل ما تكسب الزمالك. انا ما كسبتش السوبر المصري فنفسيتي ارتفعت كجماهير فرحت اشتري. لا، انا وانا حاسس ان كانت فنيه وانا بفوز على سيراميكا كليوباترا انا عندي ثقه ان الفريق راجع. انا مش قابل فكره ان الفريق هيكمل كده، الفريق هيرجع. فتنفذ كل التذاكر يا كابتن. لما بنروح نلعب مباريات في الامارات او في السعوديه، الفرق اللي بتنافسنا بتنتظر لو عند فريقها مباراه تشوف لو كسب هنروح نقطع التكت. ده صحيح. ما كسبش مش هنروح. النادي الاهلي لو بيلعب مباراه او بطوله بتلاقي جماهير للنادي الاهلي حاجزه نهائي حتى لو في طريق بايرن ميونخ. السوبر ده رغم التشكيك في النادي الاهلي و لكن كانت التذاكر خلصانه.
تعالوا نعلم مع بعض الاسماء للاصدقاء الفائزين بالتيشيرت. اخترنا 14 على قد ما قدرنا يعني. لا استاذنك كابتن، اقرا اللي مطبوع واللي مكتوب بالقلم الجاف. لا ده اللي مكتوب بالقلم الجاف ده مش في المنهج. ليه يا كابتن؟ بس انا كابتن محمد فارس واحمد اسامه عشان اهاجمكم. ده حطينا في التيشيرتات. طيب خلينا ناخد مفيش تذاكر، مفيش تيشيرتات حتى. احنا اخترنا زملائنا في الاعداد يعني، انا كنت وعدت على الهوا ثلاثه ان هيبقى لهم تيشيرتات يعني، بس في صديقه اعتقد مروه من كندا مش عارفين نوصلها لك ازاي يا مروه. جاهزين يا جماعه بالاسماء؟ يلا بينا. ده انا جاي لحضرتك بتوصيات من كم ناس، خلي كابتن شوبير يكسبنا. قلت له منسو الخط بتاع التصنيع فتحناه. صح. طيب اللي فازوا بالتيشيرتات بتاعت مباراه الاهلي والزمالك، وكان السؤال الاهلي كام بطوله على مدار تاريخه؟ كام يا اسامه؟ 153 وامام عاشور خمس بطولات. خمس بطولات وكتير جدا توصلوا لي. انا جاوبت. جاوبت ديلي تو ليت تو ليت. طيب نوره الحكيم، مروه عبد العال، ده في ناس عصام علي راشد، سامح عوني، البوب ايهاب. احنا اخذنا اسمائهم زي ما هي على انا ما بقولش غير تويتر يعني، ما بقولش الاكس دي خالص. البوب ايهاب، ضياء فلاح ابو ادم، موسى محمد، وليد الفوال، محمد حمدي، يسري عبد الرازق، مصطفى منتصر يونس، مظهر جمال احمد، حاسم، هو اسمه كده حاسم، والاخير وائل. دول 14 تيشيرت. طبعا كابتن محسن صالح مش موجود، كابتن اسامه حسني برضو سابني وجري، كابتن هاني رمزي تليفونه اصبح خارج نطاق الخدمه يعني، فدول هديه بس هحاول وراهم يعني. دول هيتواصل فريق الاعداد مع حضراتكم عشان تستلموا التيشيرتات بتاعتكم. في مفاجاه، كابتن اسامه بيتحمل 7 تيشيرتات منه. انت سكت. ده جاله وزن. ده بوهت. ده بوهت. الحق يا ابني الحق يا ابني من الدكتور. ده بوهت. طيب يلا بينا على اسئله السوشيال. يلا بينا يا جماعه. عايزين نشوفها بس لان احنا مش حارس الاهلي. لا تجيبوا لنا الاسم الله يخليكم. مصطفى زكي تحت. تحيات النظر الاعلام وتلامذته حراس الاهلي في الاعلام، من وجهه نظركم ايه اللي محتاجه الاهلي في الفتره اللي جايه عشان يحقق نفس بطولات الموسم اللي فات، والسكواد الاهلي دلوقتي يقدر يوصل لفين في بطوله الانتر كونتيننتال؟ مصطفى زكي اتفضل يا فارس. محتاج ان انت تمشي وتعدي مباراه العين، ما عندكش بعد كده مشاكل في افريقيا او الدوري لحد ما تروح ليناير. في يناير محتاج رفع كفاءه السكواد، وده اعتقد حاجه متفق عليها كل الناس داخل النادي الاهلي قبل الجمهور. تمام. اللي بعد هاني ادريس، ده صديقنا من اليونان. ثلاث اسئله مشتركه لفارس واسامه، ناخدها واحده واحده. نبدا باسامه. هل تتفقوا معايا ان مباراه العين الاماراتي اللي بيضم كتيبه من المحترفين هتكون اصعب بمراحل من مباراه الزمالك، وبالتالي تكتيك كولر لازم يكون مختلف؟ اسامه. طبعا طبعا يعني مع كامل احترامي وتقديري لفريق نادي الزمالك، فريق نادي الزمالك انا كنت بشوفه في المتناول، ودايما بقولها ان المستوى النادي الاهلي، وقلتها مع حضرتك في الحلقه اللي فاتت، كان هو اللي هيفرق. لو الاهلي في مستواه هيفوز. امام العين لا، انت مش محتاج بس تكون في مستواك، انت محتاج كمان تلعب على ادق التفاصيل مع فريق بيمتلك الاسلحه دي كلها. زي ما اعرفش انت ولا فارس اللي قال دي مش مباراه ضياع فرص. انا اللي قلت. انت اللي قلت. طيب مين اهم لاعب في الاهلي في هذه المباراه يا فارس؟ وسام ابو علي، لان احنا اتكلمنا ان نقطه ضعف العين هي خط دفاعه ومقارنه ببقيه خطوطه، فبالتالي انت لو هتراهن ان وسام ابو علي يكون في حالته ويسجل من انصاف الفرص كمان. ايه المطلوب من جماهير الاهلي طوال 90 دقيقه يا سما؟ طبعا مطلوب الدعم الكامل، بس انا عايز اقول ان حسين الشحات هيكون له دور مهم جدا في مباراه العين الاماراتي. حسين هيلعب بدوافع مختلفه تماما، بيلعب قدام فريق يعني لاعب سابق ليه، ولكن انا متوقع موسمين رائعين ده حقيقي، فده ممكن يدي اريحيه ونفسيه جيده لحسين قبل المباراه، ان شاء الله يسجل في المباراه دي. والمطلوب من جميعنا الاهلي هي بتعمله طول الوقت 90 دقيقه ما بتبطلش تشجيع طول الوقت، وتشجيع بوتيره مختلفه يعني على حسب رتم المباراه. ده مهم جدا. شفت صوره او شفت فيديو يا فارس؟ اول مره اشوفه النهارده. انا بحب استرجع بقى واجيب لما نبقى كسبانين انا يعني حاله نشوه بنشكح يعني حاله نشوه كده. فشفت صوره لمصطفى شوبير غريبه جدا، او فيديو لمصطفى شوبير
وواحد كاتب كده شوبير رجوله فكرت انا يعني حد كاتب عليا فلقيته مصطفى شوبير ماشي ما علينا يعني. فلقيته رايح للجمهور وبيصفر لهم بيقول لهم صفروا لما الناس هتيجي تلعب علينا. ايوه هي دي هي دي طبعا. انا بصراحه طبعًا. عجبتني لان انا لما كنت في المغرب في ماتش الوداد ربنا لا يعيده اللي خسرناه الصفافير كانت طبعا من السماء اللي جنبه جمهور الوداد جمهور قوي جدا جدا بصراحه وانا طبعًا. جيت اشدت بيهم يعني طبعًا. عشان كده اقول الوتيره لازم تكون مختلفة. الوتيره لازم عشان كده قلتها افتكرتها. احنا كمان عندنا موضوع مهم عايزين نتكلم عليه الترشيحات في بطوله في الاختيارات الافريقيه بس ناخد السؤال اللي بعده يلا بينا. بيتر ده نشيط جدا على بيتر يعني دماغ مختلفه خالص هو مش عشان حالق هو دماغ مختلفه ما فيهاش شعر هو دماغ مختلفه بيتر من الاهلاويه منورين وبقينا نستنى الحلقه الجديده دي بعد نهايه كل حلقه. سؤال الكابتن شوبير وفارس واسامه شايفين ايه اصعب تحدي عند الاهلي الموسم ده واللي ممكن يمنعه من تكرار الموسم اللي فات؟ حلو السؤال. في رايي مباراه العين التحديات اللي جايه زي ما انا قلت الدوري افريقيا النادي الاهلي يروح ليناير سهل جدا. انا شايف ان انت عندك مباراه العين ان شاء الله باذن الله لو عديناها هتديك اريحيه لحد ما توصل ليناير وتشتغل على السكواد بتاعك مش هيبقى عندك مشكله. فرايي اصعب تحدي اللي احنا فيه تحدي العين طبعا. شكرا بيتر. اللي بعد شيرين محمد تحياتي الكابتن شوبير وفارس واسامه. امتى هنشوف عندنا منظومه رياضيه بتطبق اللوائح والقوانين زي ما شفنا عقوبات الكاف مقارنه باخطاء حصلت من لعيبه ومدربين وانديه من الموسم الماضي ولم يوقع عليهم حقوق؟ اسئله الاسكندرانيه دي والله اسكندرانيه بس برافو عليك يا شيرين. اتفضل دي يا كابتن لما تبقى المدرسه الاداريه في مصر خريجه مدرسه. انا عندي يا اسامه عندي فرصه من السماء. انا غيرت نظام الدوري العام لما هو افضل. ايوه وعندي اتحاد جديد خلاص هيتم يعني خلال شهر شهرين انتخاب ان شاء الله اتحاد جديد. انا ازاي استغل هذه الفرصه الذهبيه؟ اولا لازم الاتحاد الجديد يكون شايف كويس قوي اللي حصل على مدار الفتره الاخيره من عقوبات صدرت من الكاف من عقوبات صدرت من الفيفا من شفافيه عملتها الفيفا في وقت من الاوقات كان بيتقال انا جاي لخطاب بايقاف قيد نادي. نعم. فمش مش مهم الانديه الاخرى تعرف. نعم. دلوقتي الفيفا كل يوم اتنين بتدخل تشوف مين الانديه اللي موقوفه عن القيد بقضايا معينه. فالشفافيه والنزاهه والعداله هو ده المشوار. مفيش فريق اعلى من فريق، مفيش طفل مدلل. طبق دايما بنقولها، طبق على الاهلي، طبق على الزمالك، طبق على الاسماعيلي. ما تعملش حساب غير للوائح والقوانين، ما تحطهاش فقط لغير وما تستخدمهاش. اللي بعده السؤال للجميع. ايمن نور برضو من الناس لا وشايف الصوره بتاعته. ده مين؟ خالد صالح ولا محمد ثروت؟ محمد ثروت بيدعي الماتش العين تقريبا. سؤال حلو جدا يا فارس. كيف يواجه الاهلي الحمله الممنهجه من الاعلام والسوشيال ضد الفريق؟ وسؤالي الاول هل انت متفق مع ايمن ان هناك حمله ممنهجه ضد النادي الاهلي؟ حمله ممنهجه ضد النادي الاهلي طبعا. استعرضنا ده في لقطه تاو وكولر والكلام عن ان وجود خناقه احنا كسبانين، وبتلاقي حضرتك كلام في الاعلام بيتكلم ان كولر مدرب شخصيته مش قويه وده كان مسار غضب النهارده كتير من جمهور النادي الاهلي. نعم. ان كولر مدرب شخصيته مش قويه وده بيتقال اعلاميا. ايه مبرره دلوقتي؟ فكره انضباطه وقوه شخصيته طبعا. نعم. بل بالعكس ده جزء من زي ما حضرتك بتقول وصل كولر ان هو يتحط في مصاف المدربين التاريخيين للنادي الاهلي. فده موجود موجود. الرد عليها ازاي؟ اعلام النادي الاهلي، قرارات إدارة النادي الأهلي وجهاز الكرة زي كابتن محمد رمضان. قرارات الانضباطية دي بتقول وبتودي رسالة للناس، أنا فيش حاجة تكتم عليها، أنا ما عنديش اللي خبيه، أنا النادي الأهلي لو عندي حاجة غلط أنا اللي هقولها مش هستنى أنت تقولها. دور جمهور النادي الأهلي اللي تطور بشكل غريب جدا يا كابتن. جمهور النادي الأهلي أنا أول مرة أشوف درجة النضج اللي وصل لها في إن هو يميز الغث من السمين بشكل غير طبيعي ويقدر يتعامل مين موجه مين عنده غرض مين أهلاوي. طيب أنا معلش طبعا رسائل كتيرة جدا رسائل كتيرة جدا فعشان وقتنا وفضل لنا حاجة هنسأل فيها فارس وأسامة خلينا ناخد آخر سؤال وقبلوا اعتذاراتي والله أنا حقكم عليا ناخد آخر سؤال ويرد عليه أسامة. السلام عليكم كاب شوبير، ده دي جيجي طارق صح كده؟ أيوه. وفرسان الاهلي وحصنه المنيع تحياتي لكم، واحب اوجه رساله للاعبتنا قبل ماتش العين من خلالكم روح الفانيلا الحمراء، اتمنى الفوز في جميع مبارياتنا باذن الله، كل الدعم وعلى حب الاهلي تجمعنا. بعتقد انه في حاله كده معموله بشكل كويس قوي يا اسامه من التكاتف مع الفريق من الحب للفريق وللمنظومه كلها لان هم شايفين اجراءات انضباطيه بتتخذ في الشكل الاداري وشايفين على ارض الملعب
رد فعل فني. لكن انا هنا هاخد لنقطه للعيبه، لان انا سمعت تصريح لامام عاشور يعني قالوا في قنوات كتير ان فكره الجمهور يهدى شويه وقت الانتقاد على اللاعبين. عجبني كابتن محمد بركات لما قال له ما تسمعش واللاعب قال له كده ما تسمعش ولازم وانت جاي النادي الاهلي تبقى عارف ان انت هيقع ضغوط عليك كبيره جدا. وده اللي احنا دايما بنقوله، انت قدرك كمسؤول في النادي الاهلي في اي مكان هو انك تشتغل تحت الضغط. وده اللي كان فارق طبعا الجيل بتاع ابو تريكه وبركات، لان كابتن بركات هو اللي رد على امام. واتمنى امام ياخد النقطه دي، انسى خالص السوشيال ميديا، ركز فقط لا غير في الملعب. اعتقد بعمل كده دلوقتي ما شاء الله. قبل ما اعيد الاسماء تاني بسرعه، الاستفتاء للعيبه داخل وخارج افريقيا. شيء عظيم جدا ان احنا نشوف النادي الاهلي ممثل في افضل نادي ولاعبين موجودين في افضل لاعبين داخل القاره في افضل حارس. عايز اقول ان كتير جدا من اللاعبين عمل موسم يخليهم يستحقوا ده في افريقيا. مارسيل كولر في افريقيا الموسم اللي فات في رايي هو افضل مدرب في طبعا اكيد في دوري الابطال لا يمكن تضعه في مقارنه مع حد. عايز اقول ان مصطفى شوبير في رايي هو ليس افضل حارس داخل القاره في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، ولكن هو افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا. في رايي مصطفى شوبير قدم بطوله تاريخيه احد اهم اسباب التتويج بيها، انا عايز ادي له حقه في ده. حاجه سعيد. لا ده بس ده رايه حاجه حلوه هنا يا ابني، الله يستر بسرعه بسرعه يا ابني، خمس دقايق زياده كمان. لا لا ده هو فعلا بطوله تاريخيه ليه، وانا اتمنى صعب جدا بداياتك تكون بالشكل ده في الظروف دي، والحفاظ عليها هو الاصعب. مصطفى جه من بدايه قويه جدا، الحفاظ عليها اصعب من ان هو يجي من تحت. حاجه ثانيه كابتن شوبير، النادي الاهلي هو النادي الوحيد المصري اللي من بدايه بطوله افضل لاعب داخل القاره هو النادي المصري الوحيد اللي توج منه لاعبين باللقب ده، سواء بركات 2005 لا ده بركات 2005، ابو تريكه 2006 2008، احمد حسن 2010، ابو تريكه 2012 2013، وايضا محمد الشناوي 2022، وبيرسي تاوي 2023. ارقام مفزعه للنادي الاهلي. اتمنى طبعا ان شاء الله نمسك الازاز بقى. طبعا لا فعلا ارقام عظيمه للنادي الاهلي. نتمنى ان 2024 يكون افضل لاعب داخل القاره، وخصوصا اللي بتحسمها دوري ابطال افريقيا اكتر يكون من النادي الاهلي. لك حاجه تعليق في الموضوع ده؟ لا طبعا اجيب لك حاجه ساعه. ما انا بص انا عايز اقول ان مصطفى شوبير انا يمكن قلتها لحضرتك قبل كده في مباراه الوداد ولد عملاقا، انا كنت حاضر في الاستاد وكنت للامانه يعني عايز اقول لك مصطفى وقتها كان لسه الثالث مش الثاني. مظبوط. كان علي لطفي مصاب والشناوي مصاب، وعجبني جدا جدا لقطه اتكلم فيها عن تصديه للفاول اللي كان في الدقيقه 45 من يحيى عطية الله، وقتها قلت ده ولد عملاق. اولا 70,000 مشجع بيهتفوا باسم مصطفى شوبير او شوبير، ما كانوش بيقولوا مصطفى او اوفا يا شوبير يا شوبير يا اوفا. لكن اللقطه اللي تصدى فيها للكره كان واحد بيقول ان في عقليه حارس مرمى، وعقليه حارس مرمى مهمه جدا. قال ان انا عارف ان انا الحارس الثالث، ودي نقطه كانت مهمه جدا. وثقه كبيره في نفسه، فهم هيلعبوها في زاويتي. وعارف ان هم هيعملوا فولو كويس، لان حتى لو انا صدتها تقع من ايدي. والقرار الثالث اللي كان ممكن اخده ان انا اطلعها ركنيه، فبالتالي هتتحول لضربه ثابته. فده شغل في 30 40 ثانيه بيقول لك ان في حارس قوي جدا. الامتحان والاختبار الحقيقي من وجهه نظري ان تاني بيتعرض كابتن محمد شناوي الاصابه، وتروح تلعب في الجزائر وما ادراك ما جماهير الجزائر. وتشيل النادي الاهلي حرفيا في هذه المباراه، وانت كنت متعادل امام شباب بلوزداد في كره سلبي. كان مهم جدا ان انت تطلع المباراه دي فايز، وتطلع كمان على غانا فتقدر تقدم مباراه قويه جدا. لا مصطفى شوبير مش عشان والله حضرتك قاعد، هو فعلا افضل لاعب داخل قاره افريقيا هذا الموسم ان شاء الله. وبالمناسبه دي يا كابتن لازم اقول حاجه، جمهور الاهلي يفرح بحراسه. طبعا ادوا نفسكم فرصه تفرحوا بان انت عندك حارس واخد افضل لاعب، ومش افضل حارس يا جماعه. كابتن محمد الشناوي عشان ناس كثيره بتخلط الامر افضل لاعب داخل القاره 2022 اللي استلم الجائزه عندك. فطبعا يا كابتن لازم نفرح بده، نبني على ده، مش نبدا نتعامل ان الانتصار لفكره ان الافضل. خليهم يا ابني 12، خليهم 12 وكابتن محمد الشناوي عنده. طيب انا بس عايز اقول لكم بقى حاجه، بمناسبه ان كولر اتقال ان شخصيته ضعيفه، واول مره اقولها في الموضوع الوداد ده، انه بصفت عليه قد ايه انه كولر جاب مصطفى شوبير قبل المباراه بوقت كافي. أيوة. جدا، وقال له انت اللي هتلعب المباراه. ايوه المباراه دي بتاعتك، وانا بثق فيك ثقه عمياء، وانت اللي هتلعب المباراه. فهو جهز نفسه بشكل غير عادي. كان كابتن محمد الشناوي بدا يسترجع يعني، كان يوم الثلاث حتى عارفيته. تم الاعلان رسميا ان هو رجع للتدريب محمد كابتن محمد الشناوي، وكان كابتن الشناوي عايز يلعب حرصا على الفريق. صحيح. وطالب يعني او طلب من كولر انه يلعب. كولر قال له شوبير اللي هيلعب. علي لطفي كان عنده شد خفيف مخف،
وطلب من كولر انه يلعب، قال له مصطفى الشوبير اللي هيلعب المباراه. المباراه الثانيه بقى والولد عمل مباراه كويسه جدا، فكولر جاب مصطفى الشوبير من قبلها بثلاث ايام، قال له انت مش في من قبلها بيومين انت مش قال له انت مش في القايمه خالص، وانا عندي محمد الشناوي لازم استعيد الثقه مره ثانيه، وعندي علي لطفي اول مره اقولها علي لطفي خلاص ده اخره مع النادي، لازم يخرج معزز مكرم، لكن انت في مستقبل كبير جدا بينتظرك، وبالتالي انت قدمت كل اللي عليك في المباراه الاولى، وان الاوان او ده دور الكابتن محمد الشناوي يبقى موجود. ده انا اعتقد اللي عايز يسمع كلمه مدرب شخصيته ضعيفه يسمع الكلام ده، مش محتاجين بقى نتكلم في حاجه تانية. مهم والله، انا ما كنت هقوله خالص بس وفات عليه خلاص، بيفتحوا الاسرار بعد سنوات بيقولوها انا بس صندوق الطياره اللي اسمه فتحت لك ماتش الوداد، فتحت لك ماتش الوداد. صحيح. خلينا اعيد الفائزين مره ثانيه يا جماعه، ال 14 اللي فازوا: نوره الحكيم، مروه عبد العال، عصام علي راشد، سامح عوني، البوب ايهاب، ضياء فلاح ابو ادم، موسى محمد، دول اللي فازوا بتشيرت النادي الاهلي في مباراه السوبر اهلي وزمالك، وليد الفوال، محمد حمدي، يسري عبد الرازق، مصطفى منتصر يونس، مظهر جمال احمد، حاسم النهارده 13000 اكونت على اكس حاسم و13000 اكونت على فكره انا اسمي الحركي حاسم اسمي في يا جماعه ريحونا منهم شويه. فارس نورتنا وشرفتنا بجد، بنسعد بسعد والله، ربنا والله يخليك والله يا كابتن، بنسعد بالتواجد مع حضرتك في حارس الاهلي، ونتمنى يكون الرساله واصله، وجمهورنا ان شاء الله باذن الله في ال 90 دقيقه يخلي النادي الاهلي يعبر محطه العيد. وانا ببقى سعيد جدا لما الناس بتعلق بتقول مرحب بحراس النادي الاهلي. انا بشكرك نورتنا وشرفتنا، بشكرك جدا وشكرا جدا. ان يعني عايز اقول حاجه بقى في وجود حضرتك، احنا كان المفترض يوم الثلاث كان ماتش العين، فحرص حضرتك ان احنا نكون متواجدين في اول يوم ليك في الاسبوع بتاعك ده شيء يشرفنا جدا. انتوا تنورونا وتشرفونا وهذا حقكم، شكرا لكم. عايزين حاجه؟ سلام عليكم.